اسمي حسين الغازي من محافظة أدلب. أنا ما صار لي لهون، عمري 15 سنة، ما صار لي شي 3 أشهر أجيت لهون على لبنان. بشتغل ناطور مزرعة. جيت على البيت الساعة شي مع المغرب، الساعة 3 بالليل اجانا البرميل. اجانا البرميل الساعة 3:30 بالليل. أنا ضربت رجلي وراح أخويا، راحت عينه، وأمي مشروطة أيضا من هون لهون، وأبوي مو هون، كان بيشتغل بتركيا يعني. والبيت عنا انهد تهدم، وبنص أخواتي استشهدوا. حاول أنا بك تاخذ أولادنا بدون ما توقف. رحت على المستشفى، سعفوني على سراغب، من سراغب بتروا لي رجلي وسعفوني على تركيا، وجيت لهون على لبنان وما صار لي شيء 3 أشهر. فيها ساعدتنا الآن 7 كاكيز وكرسي حمام. ما بقدر أرجع لسوريا، لأن بعد أول ما بروح على سوريا بيتنا مهدوم، ما في سكن، شو أرجع بسوي سوريا؟ الله عادينا اللي بعين، مستقبلي وانتهى، ما ظل مستقبل.